التحية للشباب وشابات الانتفاضة السودانية الشعبية في كل مدن السودان المختلفة، من شماله لشرقه لوسطه لغربه. تحية لهم جميعا، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية، وهم وقود الثورة. تحية للشعب السوداني الباسل السلمي الذي يواجه بصدور عارية رصاصات الموت من قناصة النظام ومجرميه، والذي يواجه أيضا حملة شرسة من قيادات المؤتمر الوطني أو اللاوطني والأخوان المسلمين في السودان المتمسكين بالسلطة، الرابطين مصير البلد بمصيرهم بعد السرقة السرقة والحرامية أو الحرمنة اللي عملوها في البلد، والفساد والقتل الممنهج والإبادة الجماعية في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي دارفور، وكل العالم شهد بذلك، وكل المنظمات العادلة اللي بتقيف مع حقوق الإنسان وثقت تلك الجرائم. نحن اليوم في صبيحة الجمعة ما مندهشين، ما مندهشين إنه كل يوم بيطلع لنا واحد من الطحالب بتاعت الإنقاذ والمجرمين بتاعينهم عشان يهدد الشعب السوداني، بداية من كبيره الفاشي الدكتاتور الطاغية البشير، طالع له بأكثر من 6 خطابات من بدأت الانتفاضة الشعبية دي السلمية، لا زال يشتم في شعبه ولا زال يهدد، مرورا بعلي عثمان محمد طه اللي بيهدد الشعب برضه بأنهم هم عندهم ميليشيات بتعظل وقادرة تحمي الإنقاذ، والإنقاذ ما حتسقط، ومرورا برضه بديك الصباح بتاعهم بتاع الإنقاذ الخرب علاقات السودان بدول الجوار والعالم اللي اسمه يونس اللي برضه بيهدد، وآخرهم الفاتح عز الدين الساقط، احنا نقول له الساقط لأنه هو زول ساقط أكاديميا، هو ساقط بليد يعني أكاديميا، وده حقه ما نبذ يعني، ده حقيقي لأنه هو مزور شهادات بيطلع في الفضائيات وقايل انه الناس ما عارفة في العالم الصغير ده انه بيقول هو دكتور ومحاضر في القانون الدولي ولا في قانون في واحدة من الجامعات السودانية، كله تدليس في تدليس زي التدليس اللي عملوه في الوطن وغشوا في الناس وبيسرقوا. الفاتح عز الدين نموذج للقضاء بتاع الاخوان المسلمين وللقضاء بتاع الانقاذ، بيطلع يوم كل يوم وكل صباح ومساء في الفضائيات المسيطرين عليها دي وبيهددوا الناس وبيستفزون، ودي كويسة جدا، نحن بنقول لكم دي كويسة جدا، دي هدايا للثورة وهدايا للانتفاضة، لأنه كل ما تستفزوا الناس وتهددون في كرامتهم وتقول لهم انه احنا عاوزين اسبوع بس ما في تاني راجل يطلع ومنقطع رأس أي واحد شايل سلاح وغيره وغيره وغيره، في أصلا الثورة دي ما فيها سلاح، وانتوا السلاح ما بتقدروا عليهم، قدرتوا بتين انتوا حاربتوا يعني حاربتوا بتين أجزاء كتيرة جدا جدا الآن محتلة، وانتوا قاعدين تتلفتوا وين جهاتكم وين الحور العين وين حاربوا معاكم الشجر والكذب اللي مليتوا بيه الشعب السوداني فقر ذاته. بالتالي
الشعب السوداني، لانكم انتم هم بتعرفوا، لانه تربيتكم ذات التنظيميه زي ما قلنا زمان غايمه على التكبر وغايمه على الغرور وامتلاك الحقيقه كامله والقش والخداع. ده المنهج بتاعكم ودي التربيه التنظيميه بتاعتكم. عشان كده انتم هم بتعرفوا الشعب السوداني. الشعب السوداني ده ممكن يجوع لكن ما تهددوا في كرامته نهائي، ما تتكلم له في كرامته، تقول له انا بقتلك ولا بقول له وانا كم راجل اطلع لي اي حاجه ولا الكرامه. لمتين انتوا يعني بتهينوا في الشعب ده؟ من 89 من انقلابكم ده اللي عملتوه وطرحتوا مشروعكم الحضاري الاكذوبه ده، وما قدم للشعب السوداني اي حاجه غير الفساد والقتل والدمار، بقيتونه اضحوكه للعالم، شابكين الناس القمح والخبز وكده، الشباب والشابات اللي عمرهم 21 و23 والجمعة الإنقاذ الفاس دي ديل هنا اللي في الشارع هنا طلعوا بالشكل العفوي وبصورة سلمية، وهنا الآن هنا اللي بيواجهوكم الحقيقيين اللي بيواجهوكم، بالإضافة للمهنيين من الأطباء والمهندسين وغيرهم وغيرهم والقوى السياسية الوطنية الحريصة على البلد. ولحد يوم الليلة العالم كله بيشهد انه ما في اي حريقة ولا في نهب لأي حاجة عامة ولا شخصية، بالعكس كانوا هم بيحرسوا المنشآت الخاصة والمنشآت العامة، واضحة جدا في كل الفيديوهات الموجودة. المهمة الاستراتيجية بتاعتكم اللي بتعملوا فيها دي ما حتوديكم لقدام. الانتفاضة دي ماشية وحتظل مشتعلة، والشعب ده حيسقطكم حيسقطكم، ما في حاجة لازم يسقطكم وحتستمر. ونحن بنعرفكم كويس جدا جدا، من الجامعات الاخوان المسلمين ده الاتجاه الاسلامي ولا الجبهة الاسلامية، اخوف ناس واجب الناس. عشان كده ما تجوا لانكم انتم مسيطرين على السلطه، تيجي تقول للناس الراي يطلع. انتوا يا اخي ما عندكم السلاح وعندكم المال وعندكم السلطه وعندكم زي 500 غنم وعندكم زي مليون حاجه. عاوز اسبوع لشنو يا الفاتح عز الدين؟ انت عاوز تعمل شنو؟ ده السؤال ذاته موجه لك، وعندكم ميليشيات، لكن كله كلام بتاع ناس مذعورين. انتوا مذعورين وخايفين ومرتعشين، لكن الشباب اللي شايفينه ديل شباب شجعان وقدموا لحد الان شهداء للوطن، وحيظلوا يقدموا وحيظلوا يظاهروا حتى يسقط هذا النظام ويتخلصوا من الكابوس الجسم على صدر الوطن ده لثلاثين عام. ونحن اصلا ما عندنا اي حاجه غير نقول لكم نحن بندعم هذه الانتفاضه، ونحن حنكون في خندق واحد مع الشعب السوداني بكل فئاته، مستغلين ناس منظمين ناس عاديين شباب شابات ابناء اباء، نحن معاهم في خندق واحد ونهتف معاهم تسقط وتسقط. بس الجمعه 11 يناير 2019، عبد العزيز أبو عاقلة.